بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو الاخير في الوحده الثالثه هنحل فيه مع بعض السكيلز وهنخلص الامتحان كمان، يبقى احنا كده خلصنا ثلاث وحدات. هيتبقى معانا في محتوى الشهر ده ان شاء الله الوحده الرابعه كامله، عشان يبقى حضرتك خدت اربع وحدات في شهر. بص يا برنس، عايز تعرف كده ان الجزئيه الرايتنج دي هي خفيفه ولطيفه ما فيهاش اي مشكله، بس عايزك تركز على كام كلمه كده في الحوار. اول حاجه كده معانا الجزئيه الرايتنج دي عن كتابه البلاجز اللي هي الايه، المدونات. المدونات دي ان واحد يكتب لك مثلا ان هو اشترى موبايل النهارده والموبايل طلع حلو او وحش كده. عايز تركز ان مدونات البلوجز دي بتركز على الادفانتجز، المميزات والديس ادفانتجز بتاعه شيء معين، يعني الجوانب الايجابيه والجوانب السلبيه. حلو. طيب الحته الاهم من ده كله بقى ان في مصطلحات بنستخدمها في المدونه، اللي هي بقى مين؟ اول حاجه ركز عشان نقراهم، عشان نقراهم بمود معين. اون وان هاند، انت بتقول لي بص الموضوع ده كويس عشان اون وان هاند من ناحيه وتروح قايل كلامك، وبعدين اون ذا other hand من ناحية أخرى وتقول كلامك برضه. طيب لاحظ إن on one hand دي بنجيب بعدها الكلام، بنجيبه بعدها، يعني الكلام بيكون following ليها، بيكون تابع ليها. طب on the other hand الكلام بيكون قبلها، يعني بيكون سابقها، سابق لها. طيب on one hand بيقول لك إيه؟ introduce a statement that followed. أهي on one hand بيكون بعدها، يعني الكلام بيكون متبوع بكلام نقيض. On the other hand بقى بقول لك بتقدم لك حاجة فيها تناقض، بس التناقض بيكون سابق. أدي أهي On the other hand الكلام بيكون فين؟ التناقض بيكون previous، يعني سابقها. طب On the whole دي على العموم، في حتتين عايزك تركز عليهم، On the whole و On balance، الاثنين دول هيلخبطوك هما الاثنين. ركز كده واحفظ لي الحتة دي. On the whole معناها إنك أنت تاخد كل شيء into account، في الاعتبار، لكن On balance معناها ان كل الفاكتورز، كل العوامل ماخوذه في الكونسيدريشن، في الاعتبار برضه. طب هما الاثنين واحد، ركز ميزهم عن بعض بكلمه فاكتورز دي. On balance معناها ان all factors are taken into account، لكن On the whole عموما زي in general كده معناها معناها to take everything into account. احفظ دول، لازم تحفظهم، دول لازم يتحفظوا، الحته دي والحته دي لازم تحفظهم عشان هتلخبط فيهم لو انت برنس. طيب On big scale على نطاق واسع، لما اقول لك مثلا ان احنا كنا عايزين نصرف 50 جنيه بس احنا صرفنا 5000 جنيه، فالانفاق كده كان على بيج سكيل. طيب امال ايه سمول سكيل؟ احنا ما انفقناش كتير، فالانفاق كان على نطاق او مجال ضيق. بعد كده بيقول لك ايه كمان؟ التعليق على المدونه هو العلاقه بين المدونين والمدونين وقراء المدونه، يعني انت واحد عامل مدونه وانت كتبت تعليق عليها، فالتعليق ده هو علاقه بينك وبينه، انت اصلا بتحبه فتكتب تعليقات عليها او كده. طيب هي عباره عن طريقه لتناول تبادل الافكار والاراء، دي برضو معلومات اعرفها، معلومات عامه كده مالهاش اي ستيل لازمه. كل ما الناس تعلق اكتر على مدونه كل ما تكون منتشره، برضو كلام اي كلام عبيط. المقال اللي بعد كده الارجومنتيتيف ده، ركز لي فيه ان الراجل بيقدم لك حجه وادله موسعه. الموضوع اللي بيكتبه الراجل بيعتمد على اللوجيك، المنطق، وعلى الكونفنسنج، على الاقناع. يبقى انت بتركز على المنطق وعلى الاقناع. تعال نشوف الاسئله كده وانت هتلاقي الدنيا لطيفه اسهل من الشرح اللي مشروح فوق ده. بقول لك ماي فادر لايكس كلاسيكال ميوزك، ابويا بيحب الموسيقى الكلاسيكيه. انا بقى من ناحيه اخرى يعني يبقى اون ذا اذر هاند، كلمه اون ذا اذر هاند معناها بط بالظبط، ابويا بيحب الكلاسيكي ولكنني بحب الجاز. الجمله اللي بعدها اي انفايتد، احنا عزمنا 300 شخص لزواج اختي، الحفله كانت نطاقها واسع اون لارج سكيل. طيب يعني الحفله كان عدد الناس اللي حضروها عدد كبير، لكن اون ذا اذر هاند من ناحيه اخرى اون بالانس واون ذا هول ما ينفعش اقول لك عموما الحفله كانت عموما والحفله كانت كليه مش راكبين. وي كونسيدرد اول فاكتورز، احنا فكرنا في كل الفاكتورز. ذا بروجكت هاز اتشيفد، نفس اللي انا قلت لك عليه هنا، قلت لك احفظ كده ان كلمه فاكتورز دي اهي، لما يقول لك اول فاكتورز يبقى بيقول لك اون بالانس، فين هي؟ ادي فاكتورز مع اون بالانس، فانت هتعمل ايه في الامتحان؟ هتعمل نفس اللي حصل، فاكتورز دي يبقى اون بالانس، ادي اون بالانس اهي. اي ان اي نوت اي ساي، فانه مقال الكاتب بيركز على اللوجيكال، لوجيك اللي هو المنطق. طب ما تيجي نترجم كده الاختيارات، في الروائي بيحكي لك حدوته ما فيهاش منطق ولا حاجه. طب الريفلكتيف ده بيركز على السوتس اللي هي الافكار اللي عندك، او الكلام بيكون بيرسونال، كلام شخصي، الراجل بيحكي لك عن تجربه حصلت له هو وتعلم منها ايه. طب الديسكريبتيف وصف، يوصف لك، بيصم لك كلام ما فيهاش اي منطق، لكن الارجمنتيتيف بيستخدم المنطق عشان يقنعك بفكره معينه. طيب بيقول لك الايريش اللي هم الايرلنديين، اون ذا اذر هاند من ناحيه اخرى، الكلمه تحتها خط دي بتفيد ايه؟ ان اون ذا اذر هاند بتفيد التناقض، يا اما كونتراست يا اما كونتراديكشن يا اما كمباريزون، واحده من الثلاثه. الارجومنتيف ايساي بيقنع القراء
بالفكرة بتاعتهم باستخدام ايه؟ باستخدام المنطق والإيفيدنس، الدليل وكمان لوجيك المنطق. يبقى عايزك تفهم كده، اهم حتة حلها من اول ما بدأنا في الرايتنج ده، ان الارجيومنتيف بيأكد او بيركز على الدليل والمنطق. اون ذا هول معناها كلمة اون ذا هول يعني عموما كليا، يعني عموما او كلية. طب ديبندنج اون معتمدا على، اون بالانس لا، ان بارتيكولار، ان بارتيكولار معناها خصوصا، ان جنرال يعني عموما. طب انا عايزك تركز بقى، هو ايه الفرق بين اون ذا هول واون بالانس؟ اون ذا هول دي معناها عموما، اللي بتساوي كلمة ان جنرال اللي برضه معناها عموما. بالانس معناها في توازن، يعني معناها لما ناخد اول فاكتورز انتو اكونت او ان كونسيدريشن. ركز ان بالانس دي بتاعت فاكتورز، هكتب لك جنبها بالانس دي بتاعت فاكتورز على طول مع بعضهم كده. طيب اون وان هاند، ركز بقى عشان السؤال ده اللي لسه شرحه لك هنا، اللي لسه شرحه لك هنا. اون وان هاند الكلام بيكون فين؟ فولوينج ليها، تمام. تعال نشوف كده، بيقول لك هنا اون وان هاند از يوزد تو انتروديوس ستيتمنت، ايوه عشان نستخدم عشان نقدم بها عباره. ذات از بريسيدد الكلام سابقها، لا يبقى دي اون ذا اذر هاند هي اللي الكلام بيسبقها، لكن هنا بتقدم لك ستيتمنت اللي بتكون فولود الكلام بعديها، يبقى دي رقم، دي اول واحده كده رقم دي. طب اللي بعدها بيقول لك لما، خلينا نحل 11 الاول معلش ونسيب 10 الاخر. بيقول لك اون ذا اذر هاند، اون ذا اذر هاند يعني من ناحيه اخرى. قال لك اون وان هاند وكتب كلام، اون ذا اذر هاند وكتب كلام، قلنا اون ذا اذر الكلام بيكون قبلها. طب اون وان هاند الكلام اللي بعدها، طيب انت جايب لي اذر، اذر يبقى اللي قبلها، يبقى introduce statement that contracts with the previous اللي هي دي. يبقى عايزك تفهم وتحفظ وتركز on the other على ال previous، on one hand على ال following. طب ارجع بقى للتسعة كده، لما when all factors are taken into consideration، لما يكون كل ال factors يبقى on balance على طول. فين الكلام ده؟ لسه كاتبينه حالا اهو، on balance اهي معناها ايه؟ all factors are taken into consideration. طيب اللي بعد كده رقم 10، بيقول لك في 10 يا فندم اون ا سمول سكيل يعني على نطاق ضيق، دي معناها اون ا ماينور ليفل بمستوى بسيط. طيب ابدا بعد كده في 12، بيقول لك ماي انكل هو از 58 بلايز فيديو جيمز، بط عمي اللي عنده 58 سنه بيلعب العاب فيديو، ولكن انا اعتقد ان معظم but I think most gamers are under معرفش 13 حاجه زي كده. تعال نشوف on one hand من ناحيه، لازم هنكتب بعدها on the other hand الناحيه الثانيه. طب contrast but contrast مفيش حاجه اسمها كنت اسمها كنت اسمها on contrast على النقيض، باقي معاك on the other hand وباقي معاك on the whole. انت بتقول لي اللي عمي عنده 58 سنه وبيلعب العاب كمبيوتر، ولكن من ناحيه اخرى اعتقد ان اللعيبه بيكون عندهم 30 سنه. التكايه هنا احنا مش واخدين بالنا منها، ايه هي؟ ان الجمله اصلا فيها رابط اللي هو بط، يعني فيها اداه تناقض، ما ينفعش نستخدم بط وان ذا اذر هاند مع بعضهم. ليه؟ اصل اون ذا اذر هاند يعني من ناحيه اخرى يعني ولكن، وبط برضو معناها ولكن، يعني ما ينفعش اقول لك ولكن ولكن فدي مشيت. يبقى انت بتقول بقى تاني كده الجمله على بعضها عشان عارف ان معناها مش بالعربي راكب، ان عمي عنده 58 سنه وبيلعب العاب فيديو، بس عموما يعني اعتقد ان معظم اللعيبه اصلا ما اعرفش عندهم كام سنه كده، بس مش واضحه في الاخر. طيب اون ابلوج كول في بلوج اسمها اويرلد وزاوت تكنولوجي، العالم دون تكنولوجيا، ايه من دول بيخليك او ايه من التعليقات اللي انا المكتوبه دي بيظن ان احنا ممكن كان ليف وزاوت ايت ممكن نستغني عن التكنولوجيا؟ يعني ايه من دول معناها ان احنا ممكن نستغني؟ ات ويل هيلب اس ديسكفر نيو كيورز، هتساعدنا في استكشاف العلاجات، احنا كده مش هنستغني. اتس هارد تو ايماجين، صعب ان نتخيل الحياه من غير تكنولوجيا، برضو كده غلط. انت بتقول حاجه تخليني او تثبت لي ان احنا ممكن نعيش من غير تكنولوجيا. الفوائد بتاع التكنولوجيا في مجال الطب واضحه، برضو دي معناها ان احنا محتاجين التكنولوجيا. طب اكيد هي رقم دي اللي صح، التكنولوجيا ممكن تكون خطر لان الناس ممكن يكونوا مدمنين ليها، عشان كده احنا ممكن نعيش من غيرها. اللي اكد لك الجمله دي بقى اللي بعدها، بقول لك برضو في موضوع عن اويرلي وزاوية التكنولوجي، ايه من دول يثبت لك ان احنا ما ينفعش نستغنى عن التكنولوجيا؟ تعال نشوف، ما ينفعش. بيقول لك only 40 years ago people survived، من 40 سنه يا عم الناس كانوا عايشين زي الفل من غير تكنولوجيا، يعني ممكن نستغني. هو بيقول لك ان احنا ما نستغنيش فوق، احنا ما مش محتاجين ان احنا نعتمد على السمارت فونز والتابلتس، يعني احنا مش محتاجين الحاجات ديت، يعني معنى كده ان احنا ممكن نعيش من غيرهم. الراجل بيقول لك حاجه تخليك تقول ما نعيش من غيرهم. we have very advanced warning system which give people more time to escape to safety، وده كان عندنا انظمه بتخلي الناس يهربوا الى الامان
في حالة الزلزال. يعني معنى كده ان احنا ما ينفعش نستغنى عن التكنولوجيا زي ما هو قال لك اهو. طيب اذا خلصت السؤال ده بعد كده نخش على الامتحان. الامتحان طبعا كتبه دبدوب كده وما فيهوش اسئله او ما فيهوش اسئله او افكار صعبه بالنسبه للي فات. يعني it has been spectacularly successful، لقد كان الامر ناجحا بشكل مميز او بشكل واضح. الكلمه اللي ممكن نحطها مكان spectacularly، wordlessly معناها بلا قيمه، هولي معناها كلية، جنرالي عموما، لكن especially خصوصا او مميز او خصوصا او خاصة. it has been especially successful، لقد كان الامر ناجحا بشكل خاص. the government has agreed to implement، الحكومة وافقت انها تطبق. كلمة implement يعني يطبق، بتساوي ينفذ او يطبق، carry out، وكان ممكن نستخدم apply. طيب لكن deteriorate يعني يدهور او يهدم، investigate يتحرى، و estimate يقدر. some people believe that، بعض الناس بيعتقدوا ان الاي على الحيوانات ده قسوه اثناء التجريب اللي هو experimenting. the manager wants to not the new safety procedure، المدير يريد ان يطبق الاجراءات الامنيه الجديده. يطبق يعني implement، avoid يتجنب، appear يعني يظهر، carry يعني يحمل. على فكره لو هي carry out كنا قلنا ماشي، كنا خدناها. the minister of education، وزاره التربيه والتعليم، has been trying to support different a to digital learning، بيقول لك ان وزارة التربية والتعليم بتحاول انها تدعم الطرق المختلفة للتعلم الالكتروني اللي هو ابروتشز، هنا معناها طرق او مناهج، اوبريشن عملية جراحية، ودي عقبات ودي صعوبات. طيب كده رقم 6. اي هات هاد بين ان وات سكسسفول يير، لقد كانت سنة ناجحة بشكل خاص، especially او spectacularly اللي هي رقم دي. دي صفة عايزة قبلها ظرف، والظرف الوحيد هي رقم دي. طب ما هي لا، ما هو دي ظرف برضه، بس تربولي معناها بشكل سيء. ينفع اقول لك لقد كانت ناجحة بشكل سيء؟ فمش هينفع. جاليليو was the first، اول ايه يستكشف الفضاء، يعني معنى كده انه سافر، يبقى ده رائد فضاء، استرونوت. it takes roughly، الموضوع بيستغرق تقريبا ساعتين عشان نوصل الشركة. roughly هنا معناها تقريبا، يعني approximately تقريبا برضو. طب 9. next Friday، الجمعة الجاية، my family، عيلتنا ستأخذني، يبقى الموضوع مترتب. ما انت عارف انك انت الجمعة الجاية رايح رحلة، يعني ترتيب، يبقى مضارع مستمر اللي هي are taking. على فكرة كان ممكن نقول will be taking. I think it not hot today، اعتقد الدنيا النهارده هتكون حر، يعني تنبؤ من غير دليل، يبقى will be عشان think. take this umbrella، خد معاك الشمسيه دي يا ابني، it will rain، الدنيا هتمطر. يبقى هنا ستمطر دي معناها ربما تمطر، ولا must اكيد، ولا يجب ان، ولا ستكون قدرتنا على. بيقول لك خد الشمسيه، الدنيا هتمطر يعني ربما تمطر. by the end of next year، بنهايه السنه المقبله، الحكومه هتكون بنت مدرسة جديدة، هتكون فعلت، يعني حدث هيكون قد تم، يبقى will have تصريف تالت. by the end of دي دايما او في الغالب بيجي مع مستقبل تام حسب الترجمة طبعا. I haven't seen my cousin in England for 5 years، ما شفتش ابن عمي في انجلترا بقاله 5 سنين. انا متأكد ان هو اكيد كبر، يعني هو كابورة، يبقى will have grown، لكن دي is going to grow، هيكبر، ودي سوف يكبر، ودي برضه يكبر. انت بتقول ما شفتوش من زمان، زمانه كبر، حدث تم. I to Alexandria this summer، everything is arranged، يبقى مضارع مستمر، يبقى I am going، ما هو الترتيبات مع مضارع مستمر. the lecture doesn't finish until 2، المحاضرة ما بتخلصش قبل الساعة 2. أنا كده بكلمك على قرار سريع، لأ، نية لأ، arrangement ترتيب لأ، أكيد ده جدول. عارف إمتى arrangement؟ لو قال لك I am traveling to Canada، ده ترتيبات. I am going to travel، يبقى intention. I will travel، ده good decision. الساعة 6 بكرة بالليل أنا هكون منتظرك، يعني حدث هيكون مستمر، يبقى will be waiting. بعد كده بيقول لك ايه من دول، ايه من الجمل دي معمول ترقيم سليم. look out، المفروض ده لفظة عايزين بعدها exclamation mark، لان ده بتعبر عن مشاعرك، احترس، يبقى انت محتاج exclamation، فدي باظت. هنا look out و exclamation، there is الابوستريف موجودة، a car behind you، يا تامر والعلامة في الاخر، يبقى دي مظبوطة. نشوف اللي بعدها برضه غلط ليه. look out وعلامة استفهام، لا هو كده ما سألش. look out وعلامة تعجب، there is a car behind you، في هنا يا مش موجودة، يبقى كده باظت. إذا الإجابة زي ما اتفقنا رقم دي. بقول لك المقطع إن، في كلمة إن famous، والله اللي بيجي الأول ده بنسميه بريفكس. طب لو جبنا في الآخر ال واي مثلا بنسميها suffix. هو بيسألك على إن، يبقى دي بريفكس. what shouldn't be included in the closing paragraph، البراجراف الختامي المفروض ما يحتويش على ايه؟ هو بيحتوي على النتائج، ما انت بتكتب كل حاجه وفي اخر باراجراف بتكتب لي نتائج البحث.
انت عملته او المقال بتاعك نتائجه ايه، وبتكتب لي برضو القيمه الاخلاقيه اللي ممكن استفيدها، وبتكتب لي اقتراحاتك، وبتكتب لي تحدي، فده كله موجود. لكن الهوك الخطاف دي مكانها في الانترودكشن يا عم الحاج. بعد كده اتس امبورتنت فور ساينتستس، قطعه بقى، من الضروري للعلماء تو سورت انيمالز، ان هم يصنفوا الحيوانات لمجموعات. It is just an important to sort plants. بقول لك حاجة مهمة كده، إن إحنا نصنف النباتات. العلماء بيصنفوهم by how they make another plant like themselves. بقول لك هم بيصنفوا الحيوانات دي النباتات بكيفية إن هم بيخلوا النبات الآخر يشبههم. This is called reproduction. يعني ده بنسميها reproduction اللي هو التكاثر يعني. Scientists have decided، العلماء قرروا تو سورت بلانتس، ان هم يصنفوا النباتات الى ثلاث مجموعات. ذا فيرست جروب اوف بلانتس ريبروديوسز ويز سبورز. احنا هنعتبر ان احنا مش عارفين سبورز لحد الاخر خالص، هنعتبر ان احنا مش عارفين يعني ايه سبورز، بس هنحل بكده عشان انا عارفك، عايزك في الامتحان تبقى الكلمه اللي مش عارفها اتعامل معاها، عملتها بالاخضر عشان ارجع اترجم لك في الاخر. بيقول لك النوع الاولاني اللي بينتج اللي بيعيد التكاثر يعني ويز سبورز، مش عارفين سبورز، كمل كده. قال لك سبورز هم الاجزاء من النبات اللي ذات بريك اواي اند ترافل in the wind. السبور دي الاجزاء اللي بتسافر اللي بتنفصل عن النبات وتمشي في الرياح، بتطير في الهواء. Each one grows into a new plant. كل واحده من السبورز دي بتنتج او بتنمو في نبات جديد. If it lands on soil، لو وقعت على الارض، that is wet، الارض الجافه، and rich، الارض الجافه سوري المبلوله ميه واللي غنيه بالمواد الكيميائيه. Ferns and mosses، مش هنعرف نترجمها برضه، هنسيبها للاخر. Are plants that make copy. دي يعني كده انواع من النباتات. قال لك هم انواع من النباتات اللي بتعمل نسخه من انفسهم بالسبورز. احنا فهمنا كده ان السبورز دي حاجه بتطير من مكان لمكان، يعني هنترجمها بمعنى حبوب اللقاح. يبقى كده اول نوع الراجل قال لك عليه النباتات اللي بتتكاثر او بتنمو عن طريق السبورز اللي هي اللقاح يعني اللي بيطير وبيكون نباتات اخرى. النباتات البذره دي بتنمو ساعه ما تقع على تربه، بس التربه تكون مبلوله ميه وتكون خصبه. في نوعين من النباتات دي اللي هو الفيرنس والموسز، مش لازم نعرف يعني ايه اصلا الكلمات دي. النوع الثاني بقى يا سيدي بيقول لك اذر بلانتس، النوع الثاني من النباتات ريبروديوس بتتكاثر ويز سيدز، باستخدام سيدز انت عارفها معناها البذور. ذي ار ذا سكند جروب، دي المجموعه الثانيه. سيدز فول فروم ذا تري، البذره بتقع من الشجره. ذي بيكام بارت اوف ذا سويل، بتقع على التربه بتبقى جزء من التربه وبتنمو into new plants. ever green، ever يعني دائم، وجرين اخضر يعني النباتات الدائمه الخضره. باين تريز يعني ايه باين؟ ما انتش عارف، اعتبرها مش لازم تعرفها. اند فير تريز، ومش عارفين يعني ايه برضه فير، ولا عايزين نعرف. ار بلانتس ذات ريبروديوس ويز سيدز، الفير والباين بينمو عن طريق البذور، لكن الفيرنس والموسز بينمو عن طريق ليس بورن. تمام، ادخل عليه بعد كده. النوع الثالث بقى This group is the plant that reproduces by flowering. بتنتج او بتعيد التكاثر عن طريق flowering، بتطلع زهور يعني. Before seeds can form، قبل ما يتم تشكيل البذره. The pollen تعرفها من pollination، حبوب اللقاح، انت خدتها قبل كده. اللقاح يعني inside the flower needs to move from، يعني الحاجه دي بتنتقل من شجره لاخرى. The seeds form inside the flower، والبذره بتتكون داخل الزهره. الطيور والحشرات بيساعدوا ذلك عن طريق نقل البولن اللي هو حبوب اللقاح يعني. when they land on the flower، البولن ده احنا غالبا ترجم بولن لانك خدتها قبل كده وعندك عمليه البولينيشن اللي هو التلقيح، خدناها قبل كده كانت جايه في ترجمه. some of the flowering plants grow into fruits، بعض النباتات المثمره دي بتنمو بتحول لثمره ممكن ناكلها. the seeds are hidden inside the fruit، البذور موجوده جوه الثمره، التفاح والبرتقال والشيري الكريز والديزز اللي هي اسمه متخلف كده الاقحوان، ده اسم نباته برضه بعتبر انك مش عارفها. اند رودس، والورود ار بلانتس ذات هاف فلاورز، كل ده فيها فلاورز. تعالى بقى نشوف الاختيارات كده واحده بواحده ونحل، وبعدين نبقى نترجم بعدين، وممكن كمان ما تحتاجش تترجم. اول سؤال بيقول لك which group words means the same as the word reproduction. reproduction معناها ان هي تتكاثر، يعني تعمل من نفسها اكتر من شكل. make copy of itself، تعمل نسخه من نفسها. بتساعدنا في ان احنا نفهم. لا. flowering and pollen، flowering اللي هي الاثمار يعني، برضو لا. plants the flower، بتزرع الورود، برضو لا. يبقى انت كده عندك رقم A دي reproduction اللي هو التكاثر، يبقى رقم A. رقم 2 A good title of the passage can be، عنوان مناسب للقطعة ممكن يكون ايه بقى؟
سبورز امبورتنس فور بلانتس، هو القطعه كلها بتحكي عن السبورز. لا ده حكى لك عن ثلاث انواع. طب رقم اثنين seeds and their reproduction، البذور بس، ما حكاش عن البذور بس. importance of flowering، ما حكاش عن الفلورنج بس. اذا رقم دي الكلاسيفيكيشن، تصنيف النباتات على ثلاث اصناف زي ما قال وفقا للقطعه. ايه من دول از ترو، وفقا للقطعه ايه من دول صحيح. تعال نشوف. ferns make copies of themselves using their own parts، الفرن بيعمل النسخ من نفسه عن طريق استخدام اجزاء منه هو، هنسيب دي للاخر. الطيور والحشرات بتساعد المسز، لا يا فندم. ليه بقى؟ جبناها منين ديت؟ بص يا فندم، هنا كان بيقول لك ان البيردز والانسكتس بتشيل البولن، يبقى دي فين؟ فين البولن دي اللي هي اللي بتنتج عن طريق الفلاورنج، يبقى كده غلط، يبقى دي كده غلط. رقم بي كده غلط، ما بتساعدش الموسس. امال الموسس دي كانت مين؟ الموسس دي كانت في اول نوع خالص، اللي هو كان في الاول بتاع سبورز اهو. قال لك السبورز دي اللي هي بتاعه الفرن والموسز، اللي هم بينمو، اللي بينفصل عن النبات ويطير في الهواء. طب يبقى دي كده خلاص قلنا. طب باين تريز ريبروديوس ويز سبورز، لا ده اللي الباين تريز دي مش سبورز، السبورز كانت الموسز ومعرفش ايه. طب الباين دي فين؟ حتى كده لما نشوفها الباين دي بينمو عن طريق السيد البذور، يبقى كده برضو باظت. يبقى انت كده والله العظيم لو ما فاهم ولا كلمه من القطعه هتحلها لوحدك. الفيرنز، ادي الفيرن، فين الفيرن يا عم؟ اهي الفيرن، بيقول لك ان الفيرن ده بيطير وبيقع على الارض ويروح يطلع نبات تاني، يعني بينمو لوحده. طيب بعد كده يا باشا اكوردنج تو، وفقا لي الباسج القطعه، وات ار سبورز، وفقا للقطعه دي ايه يعني ايه سبورز؟ هو قال لك في القطعه فوق ان السبورز دول هم اجزاء من النبات، ما اعرفش ايه كده، اوريها لك. سبورز ار بارتس اوف ذا بلانت ذات بريك اواي اند ترافل ان ذا اير. تعال نشوف كده اول واحده. هو بارتس اوف ذا بلانت ذات بروتكت، بتحمل البارك، لا. اجزاء من النبات ذات كاري ووتر، بتشيل ميه، برضه لا. اجزاء من النبات اللي بتمتص المواد الكيميائيه، برضه لا، اكيد هي دي. اجزاء من النبات اللي بريك اواي، بتنفصل عن النبات. طب what do you think is meant by ever، دائم، green اخضر، يعني معنى كده ان هو دائم الخضره، اللي هو مين؟ trees that lose، اللي بتفقد الخضره بتاعتها، لا. trees that have fresh leaves، بيكون فيها اوراق خضراء طوال السنه، هي دي. ما هو ever green، دايما اخضر، من معناها كده يعني. العلماء have broken plants، قسموا النباتات الى ثلاث انواع، spores وflowers وseeds، هي دي صح. رقم b. طيب ولا قسموا النباتات لشيري وعنب لا ما قسموهاش لكده. طب خضروات ومعرفش ايه وايه، برضو لا. الوان واحجام، برضو لا، ما قالكش كده. هو قال لك ان هم في اقسام سبورز وفي فلاورز وفي سيدز. هاو دو ذا بلانتس ذات هاف سبورز ريبروديوس، النبات اللي فيه سبورز بيتكاثر ازاي؟ باي سيدز، لا، السبورز دي نوع والسيدز نوع. طيب رقم بي، باي فلوتنج in the wind from place to another، هو قال لك السبورز فعلا بتطير من مكان لمكان، يبقى دي صح. طيب كده معانا بي، باي بيز موفينج، لا، بولن، البولن ده نوع غير السبورز اصلا. باي بوشنج زير روتس، جذورهم انتو ذا جراوند، ما قالش كده في القطعه اصلا، ما جابش سيره جذور في الارض دي خالص. طيب 27، ايه من دول النباتات نيد هيلب فروم بيردز، محتاج مساعده من الطيور، اللي هو اخر نوع اللي هو كان بيقول عليه هنا بتاع فلاورنج ده، من غير ما ندور على القطعه يعني. اول واحده بلانتس بروديوس ويز سبورز، لا، السبورز ده بيطير لوحده ومحتاج هواء. طب النوع الثاني بلانتس بروديوس ويز ليفز، اللي بتنمو بالاغصان ولا بتنتج عن طريق السان شاين، لا، اللي هي بتطير بتاعت الورد، اللي هي دي. البيردز بلانت ذات ريبروديوس ويز فلاور، بس انا عايز اوريها لك عشان القطعه دي انا حاسس ان هي ممكن تستصعبها. فين يا عم؟ قال لك اهو النوع الثالث اهو، البلانت ريبروديوس باي فلاورنج، وقال لك ان الطيور بتساعد فيها، يبقى كده تمام زي الفل. خلصت القطعه، ادخل القطعه الثانيه. ار يو لوكينج فور سام بليس نيو تو اكسبلور، انت بتدور على مكان ثاني تستكشفه. ذا اوشن از ان اميزنج بارت اوف اور ايرث، المحيط ده هو جزء مدهش جدا من ارضنا. There are many parts of the ocean and many different types of animals that live in. في انواع في اجزاء للمحيطات وفي انواع مختلفه من الكائنات بتعيش في كل جزء منها. على سبيل المثال الكورال ريفز اللي هي الشعاب المرجانيه. Give food and shelter، بتقدم الطعام والمأوى.
two small animals، الحيوانات الصغيرة that live near the top of the water، اللي بتعيش بالقرب من المياه. The coral reefs، الشعاب المرجانية، are warm and usually have plenty of light. الشعاب المرجانية دي بتكون دافية ودايما بيكون فيها ضوء. ستار فيش اللي هي سمكة النجم يعني أو نجم البحر. سي أنيمونز، حيوان أو سمكة اسمها سي أنيمونز أند كلامز ليف هير. دي أنواع مختلفة من الأسماك اللي بتعيش في المحيط، اللي هي الستار فيش وأنيمونز ديت وكلامز، كلهم بيعيشوا فين؟ في قاع بيعيشوا في التوب اوف ذا ووتر، بيعيشوا على قمه المياه. خد بالك عشان هنحتاج دي قدام. التوب اوف ذا ووتر، يبقى انت عندك الانواع دي كده بتعيش في توب اوف ذا ووتر. ذا سي شور از ذا بارت اوف ذا اوشن، الجزء الثاني بقى. السي شور هو شاطئ البحر، هو الجزء المحيط. او موست اوف اس نو، بس اللي كلنا عارفينه. ات انكلود ذا ساند بات اولسو تايد بولز الونج ذا روكس، بيقول لك ان المكان ده فيه الرمال وبيكون فيه برضو التايد بولز اللي هي الحديد اللي بتحط عشان المد والجزر وكده. animals that live on the rocks، الحيوانات اللي بتعيش على الصخور. have special arms، لها دراع معين و and legs، ولها رجلين معينه. that help them when the waves crash on the, over them، بتساعدهم لما يكون في تصادم للرياح للامواج فهم بيقفوا على رجلهم دي. they use these arms and legs to hold on to the rocks، بيستخدموا الايدين والرجلين عشان يتشبثوا بالصخور. other animals، انواع اخرى من الحيوانات. like crabs، الكراب ده اللي هو اسمه السلطعون ده يعني. and some birds، والطيور. move every time the waves crash، كل مره يحصل فيها مد وجزر او فيها رياح او امواج فهم بيتحركوا. back and forth، للامام وللخلف. smaller animals stay alive، الحيوانات الصغيره بتفضل عايشه. by quickly digging holes into the sand، يبقى الحيوانات الصغيره بتحفر في الارض. many sea animals live in the open ocean، بعض انواع كثيره جدا بتعيش في المحيطات المفتوحه. where the water still have sunlight، في المكان اللي فيه ضوء. many types of plants as well as sharks fish turtles and معرفش ايه كده. deep down، في الحته العميقه بقى. in the ocean it is a very cold، it is very cold، في الحته العميقه جدا المكان ده بيكون بارد. في بقى little light، بيكون في ضوء بسيط. في deepest parts of the ocean، في اعمق الاماكن في المحيط. it is completely dark، الدنيا بتكون مظلمه. some animals that live down they actually create their own light، بيقول لك ان في بعض الحيوانات اللي بتعيش في المكان اللي فيه نور خفيف بتخلق نور لوحدها. طيب تعالى نشوف كده الاسئله. اول واحد بيقول لك يا فندم why would you probably not find coral reef in the deep ocean، هو احنا ليه ما بنلاقيش coral reef في الديب اوشن؟ reef need cold water، هو الريف محتاج cold. بص بقى كده، هو قال لك هنا ان هم warm. بص كورال ريف جيف فود، معرفش، لا مش دي. اهي كورال ريفز ار وورم اند يوجوالي هاف بلينتي اوف لايت. تعال نشوف كده ليه بقى ما بيعيشوش في الديب، لان الديب ده ما فيهوش ضوء. يبقى اول واحده الكورال ريفز نيد محتاجين كولد، لا محتاجين وورم. نيد لايت اند وورم ووتر، ما احنا محتاجين ضوء ودفء. نيد تو ليف ان دارك بارتس، عايزين نور يا باشا. wouldn't have enough food، ما بيكونش فيها طعام، لا الديب ده مليان طعام بس هم محتاجين نور ومحتاجين مكان دافئ. يبقى اول واحده كده بيت. ثانيه how do some، ازاي بعض smaller sand animals survive، ازاي بعض الحيوانات الرمليه الصغيره بتعيش. هم بيعملوا نفق، بتقول لك بيعملوا نفق ويعيشوا في حفر ونوع يعيشوا فيها يعني. grab onto، اوريها لك انا اهي حته الاسماك الصغيره ديت فين. اهي بيقول لك ايه smaller animals stay alive by quickly digging، حفر في الارض يعني بيحفروا حفر او انفاق في الارض. تعال نبص عليها كده. they grab onto the coral reef، بتشدوا مع الشعاب المرجانيه. roll with، بيمشوا مع الامواج. hold onto، بتثبتوا في الصخور، لا يبقى هم بيعملوا نفق تحت الارض في الرمل. وفقا للقطعه what can some animals that live in the deep ocean do، الحيوانات اللي بتعيش في المحيط تحت الارض بتنور لنفسها. تعال نشوف كده. they can go for long period of time without eating create their own light، هي دي بيخلقوا ضوء لوحديهم. جبتها منين دي يا عم؟ اهي موجوده في النص اهي. create their own light، بيخلقوا ضوءهم الخاص بيهم. طيب 31 بيقول لك if you explore the seashore، لو انت رحت تستكشف السيشور what would you probably feel
بينث يور تويز. تويز يعني انت لو بتستكشف البحر ايه اللي هتلاقي تحت رجلك؟ اكيد في رمل وفي اصداف وحاجات من دي. هيكون في ايس؟ لا. هيكون في ايس برضو؟ لا. لارج روكس كلاي، هيكون في طين اند تشانكس اوف ديرت، يعني ما الطبيعي انك هتلاقي طين وقطع من الزباله؟ برضو لا. اكيد هيكون في رمال وبيدلز وشيلز الحاجات دي. طيب بعد كده وير دو ستار فيش سي انيمز اند كلاي ليف، بيعيشوا فين الستار فيش؟ تعال نشوف كده 23 ديت، هقول لك ستار فيش ده بيعيش فين. انا كنت عامل اهي، بقول لك يا باشا هنا اهوت ليف نير ذا توب اوف ذا ووتر، بالقرب من قمة المياه. يبقى احنا هنا عايزين بوتوم، لا نير ذا توب اوف ووتر دي معانا، ات ذا بوتوم لا. هم بيعيشوا ات ذا توب يعني في القمة، ولا نير ذا توب بالقرب من القمة؟ هنا ايه قطعة، تعال نشوف كده تاني، ارجع لها تاني كده سريعا. قال لك هنا ايه ليف نير ذا توب يعني مش ات ذا توب، عشان كده احنا محتاجين نتأكد، يبقى اخترنا رقم دي. Why do animals that live on the rocks have special arms and legs؟ عشان يمسكوا بيها في الأرض. تعال نشوف كده، بيقول لك to protect them from crashing، اه هي دي، عشان تحميهم من تلاطم الأمواج، فهم بيتمسكوا فيها بيها في الصخور والأرض. المصطلح اللي هو back and forth، back and forth للأمام والخلف، تي ناو اند زن من الآن فصاعدا من حين لآخر يعني، hard and nail ديت يعني صعب وسهل يعني، اب اند داون اعلى واسفل، لا تو اند فرو. يبقى كده الوحيده اللي مختلفه عن المعاني اللي ما ادتنيش معنى الامام والخلف هي دي، يبقى هي دي حتى لو مش عارفها. وات از ذا مين ايديا اوف ذا لاست باراجراف، اخر باراجراف بيحكي عن ايه؟ هتلاقي اخر باراجراف كده، اخر باراجراف اللي هي بتاعت ديب داون، اللي هي دي deep down in the ocean it's very cold there is very little light. بيقول لك ان هنا ازاي ان في ضوء قليل، فعشان كده في انواع من الاسماك بتحتاج ضوء، عشان كده بتضطر انها تخلق لنفسها ضوءا عشان تجذب الاسماك الاخرى. طيب اخر بيقول لك adaptation of animals of the deep ocean، اه هي بتاعت deep ocean دي صح. The nature طبيعه ال deepest part، طبيعه الجزء العميق في المحيط، ما قالكش طبيعته ايه يعني، هو في ميه وفي سمك وكده. darkness at the deep، الظلام اللي فيه. creation of light، خلق الاضواء هناك، لا adaptation of animals يعني الدنيا بتكون ضلمه، فهم بيضطروا ينوروا بنفسهم عشان يجذبوا الاسماك الثانيه، الاسماك الثانيه عشان ياكلوها. طيب الترجمه بقى بيقول لك a teacher acts as a guide، يعتبر المعلم بمثابه دليل لدليل الالهام للناس، طبعا المعلم بمثابه الهام ودليل. هو بيقول لك ايه؟ guide and inspiration يعني اثنين، يبقى دليل الالهام دي بره، دليل والهام للناس الصغار والكبار على حد سواء. فالمعلمون مكلفون بضرورة صنع الوعي، بضرورة خلق الوعي، مفيش حاجة اسمها صنع الوعي، بمسؤولية خلق الوعي. يبقى أنت كده رقم واحد لعند دلوقتي كده، الأول رقم سي، رقم جيم سوري. بس هنتأكد برضو، هنشوف هي مسؤولية ولا ضرورة، عشان إحنا كده مش متأكدين. بقول لك with the responsibility، يبقى مسؤولية دي اللي صح، دي معانا لحد دلوقتي كده، دي معانا. يبقى إحنا كده قلنا دي خلاص غلط، التانية غلط. طيب الاثنين دول زي بعضهم تماما، سواء كبار على حد سواء، فالمعلمون مكلفون بضرورة وخلق الوعي، بمسؤولية خلق الوعي، يبقى رقم د اللي صح عشان مسؤولية responsibility. اللي بعد كده الجملة بعد كده، خصصت الحكومة مليارات للجنيهات لمواد الحياة كريمة لغير القادرين لدول القرى الأكثر احتياجا. طيب أول واحدة the government has allocated billion of، لا المفروض تبقى billions عشان of لما تكون موجودة لازم نخلي التمييز ده آخره اس، أو إنك تشيل اس مع of، فدي كده بالصلاة على النبي باظت. The government has allocated billions مظبوط of bounds to the decent life initiative for the unable to develop the most needy villages. دي رقم بي مظبوطة. has the demanded يعني طلبت، هي يعني مش طلبت المفروض يعني. طيب يبقى دي باظت. وبعدين هنا بقى لك ready برضه، المفروض تبقى needy الأكثر احتياجا. demanded يعني طلبت بي. bounds to the decent life معرفش ايه كده for the unable to develop the most needy villages. يبقى احنا كده اخترنا رقم بي اللي صح. طيب اللونج مان بقى بيقول لك if you were بيب، لو انت مكان بيب would you be on good terms with اورليك، لو انت مكان بيب كان هيبقى في علاقه كويسه بينك وبين اورليك؟ اكيد هتبقى علاقه زي الطين. ليه يا عم؟ because اورليك wanted to harm بيب and his sister، لان هو كان اراد ان يعني يضر بيب واخته. طب do you think that miss havisham really wanted بيب to come
اند بلاي ويز استلا، هل تعتقد ان الان مس هشام كانت عايزه بيب فعلا يروح يلعب مع استلا؟ هنقول له يس. طب واي؟ بيكوز شي وونتد تو بريك هيز هارت تو تيك ريفنج اوف بيبو، عشان تنتقم من كل الرجال. خلصنا كده يا عم الوحده ديت، باقي لنا ان شاء الله كمان الوحده الرابعه في محتوى الشهر ده. يعني حضرتك ما تمشيش غير لما تاخد الوحده الرابعه، عشان احنا خدنا 4 وحدات في الشهر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.